السلام عليكم، ويلكم ليديز اند جنتلمان. ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم منير من ماكس ميكس بلاي، والنهارده هنتكلم في حلقه جديده من حركه صايعه عن طريقتين يخلوك تضمن ان انت تكسب البوديوم فيكل اللي موجوده في عجله الحظ في الكازينو. لكن كالعاده عظماء المتابعين، ما تنساش تنزل تعمل لايك وشير على قد ما تقدر علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، والموضوع ده بيفيد جدا للشانل. ولو انت لسه جديد او ما اشتركتش معانا، مستني ايه؟ انزل اشترك واهلا بيك في ماكس ميكس بلاي. وعلى طول انترو وانا انطلق. طب يا شباب، قبل ما نتكلم النهاردة على الحركة الصايعة اللي معانا او الطريقة اللي تخلينا نضمن ان احنا نكسب البوديوم فيكل اللي موجودة في الكازينو كل اسبوع، عايزين نقول كلمة بسيطة جدا علشان السؤال ده اتكرر كتير. في ناس البوديوم فيكل ما بيبقاش مفتوح عندهم. طيب البوديوم فيكل ما بيبقاش مفتوح عندك ليه؟ انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وهقوله دلوقتي تاني. ده بيبقى بسبب الاي بي بتاع الدولة بتاعتك. الاي بي بتاع الدولة بتاعتك مقفول عليها الموضوع ده من روك ستار. فالحل ليها ان انت تشتغل بفي بي ان بحيث تغير الاي بي بتاعك لدولة تانية، وتقدر ان انت تتعامل في الكازينو عادي جدا، وتبقى الالعاب اللي موجودة فيه مفتوحة قدامك، والبوديوم فيكل او عجلة الحظ اللي بتكسب منها البوديوم فيكل موجودة برضو، تقدر تشارك في الموضوع ده. نخش بقى على اول طريقة معانا ممكن تكسب بيها البوديوم فيكل او تضمن بيها ان انت تكسب البوديوم فيكل حتى لو حظك وحش، وهي طريقة تعتبر مشهورة الى حد كبير الفترة اللي فاتت، ناس كتير اتكلمت عنها، لكن طبعا اللي مش عارفها يعني انا لازم اشرحها، لازم اتكلم فيها. وهي ببساطة ان انت لما تروح عند عجلة الحظ وتبتدي تلف عجلة الحظ ديت علشان تكسب البوديوم فيكل، العجلة هتلف، وقبل ما العجلة تقف بشوية لو انت حسيت ان هي مش هتقف على الفيكل، افصل النت على طول مباشرة، ما تستناش لحد ما العجلة تقف. لازم قبل ما العجلة تقف تفصل النت مباشرة. تفصل النت ازاي؟ دي حاجة ترجع لك انت بقى، تشيل السلك بتاع النت، تقفل الواي فاي، وتفر المنصة اللي انت بتشتغل عليها ايه، اتصرف، افصل النت. بس اهم حاجة قبل ما العجلة بتاعت الحظ دي توقف، لان لو وقفت خلاص الموضوع بيتسيف ومش هتقدر تعمل حاجة، ومش هتقدر تلعبها تاني غير بعد مرور 24 ساعة. فده الحل المشهور جدا، والحل ده ساعات بيبقى رخم شوية، لان انت ممكن تقعد تعمل الموضوع ده كتير 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 وتعيد فيه وترجع تاني وتخش وتغير السيشن وترجع تحاول تاني وبرضه مش عارف تكسبها. فالموضوع ممكن ياخد معاك وقت ويبقى ممل. هو مضمون، يعني هو مضمون ان انت اكيد في وقت من الاوقات او في مرة من المرات هتكسب. عملتها بقى 5 مرات، 6 مرات، 10 مرات، هتكسب الموضوع ده، مفيش اي مشكلة، لكن هيبقى مقرف شوية وممل شوية. طيب التركات التانية ايه بقى؟ التركات التانية الى حد ما مضمونة، بس عايزة نوع من المهارة شوية. وهي ببساطة ان انت لما هتيجي على عجلة الحظ، اول ما بتخش عليها قبل ما تلفها او قبل ما تدوس الزرار اللي بيلفها، هتعد من 1 لـ5 او من 1 لـ6، يعني في حدود 4 ثواني 5 ثواني في الرينج ده، وبعد كده تلف عجلة الحظ او تدوس على الزرار اللي بيلف عجلة الحظ. تمام؟ انتوا كل واحد بعد كده هيعرف السنس او التايم بتاعها بالظبط. يعني انا مقدرش اقولك ان هي 6 ثواني، او مقدرش اقولك ان هي مثلا عد من 1 لـ6، هي في الرينج ده، في الرينج ده، لان انا لما جربتها كتير اوقات كتير كانت بتيجي معايا، واوقات تانية بتفرق حاجة بسيطة. الفكرة في كده ايه؟ ان العجلة هتلف 3/4 لفة، 3/4 لفة دي هتلف ببطء، ففي الغالب هتقف على البوديوم فيكل. وبمنتهى البساطة لو الطريقة دي ما نفعتش معاك، تقدر تخلطها مع الطريقة الاولانية، ان انت يعني قبل ما تقف لو حسيت ان هي مش هتقف على البوديوم فيكل، تفصل النت بسرعة وترجع تجرب بالطريقة دي تاني، عد من 1 لـ6 وبعد كده لف عجلة الحظ، وان شاء الله هتقف معاك على الموضوع ده. هي غالبا بتبقى لما انت تعد من 1 لـ6 او حوالي 5 ثواني على حسب سرعة العد بتاعك، يعني في رينج الـ5 ثواني تقريبا، من 4 ثواني لـ6 ثواني، يعني في الرينج ده. واول ما هتلفها هتلاقيها هتلف معاك 3/4 لفة، مش هتلف بسرعة، هتلف ببطء، وهتقف على البوديوم فيكل. جربوا الموضوع ده وحاولوا ان انتوا تفهموا الوقت بالظبط قد ايه هتيجي معاكم مرة في التانية، ولو ما نفعتش زي ما قلت لكم قبل ما عجلة الحظ تقف، افصل النت على طول، هتقدر تعيدها تاني بعدها، لان الموضوع مش هيتسيب. بس كده، ده كان فيديو حركة صايعة النهاردة، تركاية سريعة، فيديو سريع كده اقول لكم فيه على معلومة سريعة تقدر تفيدكم جوه الجيم في بعض الحاجات اللي بتطلب مني كتير ان اشرحها، وهي بتبقى حاجة بسيطة يعني ما تستاهلش ان احنا نتكلم معناها في موضوع كبير يعني. شكرا على الدعم يا شباب، وما تنسوش لو حد كمان يا جماعة عنده اي معلومة تانية او طريقة تانية يكتب لنا في الكومنتات، يقول لي يعني، يقول لي فيه والله الطريقة الفلانية انا جربتها ونفعت، يعني الموضوع يبقى لذيذ جدا نتشارك الخبرات مع بعض. لكن هم دول الطريقتين اللي انا اعرفهم واللي انا بستخدمهم في اوقات كتير. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. كان معاكم منير من ماكس ميكس بلاي، اشوفكم على خير في فيديو جديد قريب جدا ان شاء الله. سلام.